حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن تواصلنا يستمر متابعي الكرام وتحدياتنا تتواصل. هذا هو الشوط أيضا الثاني عشر للجعدان الحقائق ينطلق أمام حضراتكم. صدارة هذا الشوط والمركز الأول مشاهدين الأعزاء. يأتي شعار رع سودة هنا من خلال هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مقدما لنا أيضا هناك مجد مسلم بزفنا بن مسلم العامري بينما ثاني الأسماء هناك الدخول والتواصل من الرهاوي لمسلم بسهيل بن هيا العامري بينما هنا الدخول والتواصل أيضا في هذه اللحظات من حاضر وسالم بن صالح بن خصوان العامري يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا الاسم بينما هناك رابع الأسماء القادم على المركز الرابع شاهين المحنى بن محمد بن محنى العامري يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا المسار وهذا التحدي مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام بينما هناك الدخول والتواصل من هذه الأسماء القادمة هناك عزام وهيثم بن سالم بن حمود الوهيبي قادم في هذه اللحظات وهنا شعار رع الطير قادم أيضا مع رماس وحمد بن صالح رع الطير العامري يقدم لنا رماس في هذا المسار وهذا التحدي بينما هناك الأسماء القادمة شعار بالزفنة أعتقد هنا قادم في هذه اللحظات يقدم لنا أيضا نشوان وراشد بن سعيد بن نصيب العفاري بينما هناك الدخول الآخر مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام ياتي مياس وأحمد بن سهيل بتليلة العامري يتواصل في هذه اللحظات شعار أبو سالم يقدم لنا هذه الانطلاقة مع مياس في هذا المسار بينما هناك الدخول والتواصل مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام هناك أيضا القادم في هذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدي الأعزاء يأتي في هذا المسار هناك أعتقد يأتي شعار معزز وهناك إذن عودة متابعينا الكرام إلى الصدارة الأولى وعودة إلى مقدمة هذا الشوط والقيادة الأولى ما شاء الله والاندفاع الأول والانطلاق الأول ما شاء الله بهذا المسار الرائع والجميل نتقدم هناك مع الأداءات ما شاء الله هنا والانطلاقات مع حاضر حاضر وحاضر بكل قوة أسليم بن صالح بن خصوان العامري من خلال هذا التحدي ما شاء الله والانطلاق الأول والاندفاع الأول والعروض الرائعة
العروض الرائعة بن خصوان بن خصوان سلام حاضر سلام وسليم بصالح بن خصوان العامري تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول من عزام وهيثم بسالم بن حمود الوهيبي، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء كان الدخول هناك من ارتجال وسالم بن محمد بن شيرة العامري. إذا عودتنا بالتاني والناموس لمالك حاضر سليم بصالح بخسوان العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتوقيت الزمني كان أيضا 4 دقائق 47 ثانية 59 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.